السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكفى والسلام على العدي الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحبته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد إخوتي الكرام، طيب مع كتاب الإخوة، تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، اللهم ارض عنا وعن شيخنا وعن والديه والحاضرين والمسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى عليه ونفعنا بعلومه وعلوم الصالحين، قال في صحيحه وما زلنا مع كتاب الرقاق، قال: باب حجبت النار بالشهوات. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: حدثنا إسماعيل. إسماعيل الأويسي أو إسماعيل المنصري؟ إسماعيل بن الأويسي. الأويسي، نعم. إسماعيل بن الأويسي. قال حدثني مالك. قال حدثني مالك. مالك، مالك النجم، إذا ذكر حديث مالك النجم. قال عن أبي الزناد. ذكوان الزيات من الثقات الأثبات. قال عن الأعرج. الأعرج عبد الرحمن بن هرمز، وهو من الثقات الأثبات. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه. أبو هريرة سيد السبع المكثرين عن النبي الأمين. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره. نعم، هنا في قول حجبت النار بالشهوات، في الرواية الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خلق قال: لما خلق الله الجنة بعث جبريل إليها، فلما نظر إليها ونظر ما في الجنة من أنهار، نهار من لبن لم يتغير طعمه، أنهار من خمر لذات للشاربين، أنهار من عسل مصفى، لما نظر إلى ذلك ونظر ما فيها من الأمين، نظر ما فيها من النعيم، ونظر ما فيها من الغرس العظيم، قال لما سأل الله جل وعلا على ذلك، قال: ما ظننت أحدا لا يدخلها، كل من يعلم ما في الجنة يدخلها. ولا لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: عددت العباد يا الصالحين ما العين رأت ولا أذن سمعت الخطر في البشر. عليكم السلام كتر لم يحصل الله عليك. فقال فحفها بالشهوات، فلما نظر إلى ذلك فقال: وجدت فحفها بالمكاره، فقال: ظننت أنه لا أحد يستطيع أن يدخلها. وخلق النار، فلما نظر إليها جبريل قال: ظننت أنه لا أحد إلا وسر منها. فلما حفها بالشهوات وبالشهوات قال: ظننت أن الجميع سينزلون فيها. وهذا حديث أخرجه مسلم بلفظ حفت حجبة الجنة وحفت بحفة الجنة. وهذا من جوامع الكلم وبديع البلاغة في ذم الشهوات النهي عنها والحض على طاعات لرب الأرض والسماوات وانكرهاتها النفوس، وشق على أنه إذا لم يكن يوم القيامة غير الجنة والنار لم يكن بد من مصير إلى أحدهما. فوجب عن المؤمن الذي سمع بالجنة وفي الجنة من نعيم أن يسعى إليها، ولا يسعى إليها ولا يصل إليها إلا بما قد شرع الله جل في علاه. لذلك إذا علم بأن الجنة حرمت بالمكاره فإنه يزبغ الوضوء على المكاره، وإنه يعني يعاود نفسه أن يلزم نفسه الطاعة. فهذه تثبت لك بأن الجنة لابد لها من العمل. وسعة الله غالية، ألا وإن سعة الله غالية، ألا وإن سعة الله الجنة. وأيضا في بعض الروايات جاء: ما رأيت مثل الجنة نام طالبها، وما رأيت مثل النار نام هاربها. إما أن يكون غافلا، إما أن يكون جاهلا، إما أن يكون لا همة له. فالصحيح أن نقول له في هذا الباب: حجبت الجنة، حفت الجنة بالمكاره. فعلى الإنسان أن يخوض، ولا بد عليه أن يعني أن يتحمل المشقة، لأنه يسير على الزجاج. وأنت أيضا إذا قربت كأنك قربت صديقا أو رافقت صديقا غضوبا، فإذا رافقت صديقا غضوبا مشكلته كبيرة جدا. هذا الصديق الغضوب تراه إذا كان صديقا غضوبا بسرعة الغضب، وبعد ذلك سرعة سوء الظن، وبعد ذلك ترتيب الحكم على ذلك. كل ذلك في ثانية واحدة، تمشي معه في أمان الله فترد دانة دشمة جاءت في رأسك. فلا بد أنك تمشي تتعرج وتقول: ماذا؟ ما الذي يرضي؟ ما الذي يغضبه؟ تحاول قدر الإمكان حتى لأنك ما تريد ولا تخسره. نفس الأمر أنت إذا سرت إلى طريق الجنة، لابد أن تعلم أن في الجنبات هذه لابد أن تجد الزجاج، في الجنبات هذه تجد الشوك، وأمامك أيضا تجد هوة وسحيقة، بعدها تجد عراقيل لا يعلم بها إلا الله جل وعلا. فأنت علمت تعلم أن الطريق مع أنه وعر جدا، لكنه في نهايته إيش؟ في نهايته العافية، وفي نهايته السعادة التامة، وفي نهايته النعيم الصرمدي الأبدي.
فلذا لابد أن تتحمل من أجل أن تصل إلى ذلك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن سلعة الله الجنة، ألا وإن سلعة الغلاء، ألا وإن الله، ألا وإن سلعة الله الجنة. فلابد أن تفهم من أن الجنة حفت في المكاره، حفت الجنة بالمكاره، وحفت النار بالشهوات. أيضا في هذا الباب ترى أنك تسير على 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 ما يميل إليك إليه نفسك، ولكن الطريق نهايته وعرة، الطريق نهايته وعرة ونهايته إلى نار تلظى. قال فيها الله جل وعلا: فلا يدراتهم من مكان بعيد سمع لها تغيضا وسفيرا، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدة، وادعوا ثبورا كثيرا. اللهم اجعلنا من أهل الجنة يا رب العالمين، وأبعد عنا النار. تفضل. وقال رحمه الله: باب الجنة أقرب إلى أهلكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. لا حول ولا قوة. قال رحمه الله: حدثني موسى بن مسعود، هو من ثقات الأزبات. قال: حدثنا سفيان. سفيان هنا سفيان الثوري، صحيح؟ سفيان الثوري أمين المؤمنين في الحديث. قال: عن منصور. منصور بن المعتمر، صحيح؟ السلمي أبو عتاب. نعم، منصور بن المعتمر السلمي أبو عتاب، ثقة ثبت من أوثق الناس أيضا في الأعمش. قال: والأعمش. قال: عن منصور والأعمش. والأعمش أصلا في نفس طبقته، يعني سفيان يروي عن الأعمش وعن منصور بن المعتمر. نعم، والأعمش سلمي بن مهران إذا قال حدثنا أخبرنا عدها بن وجه، إلا في المشايخ الذين قد لازمه، ومن المشايخ الذين لازمهم هو أبو وائل. قال: عن أبي وائل. عن عن أبي وائل، وأبو وائل شقيق بن سلمة، وهذا أيضا الأعمش ملازم له، الأعمش ملازم له، وملازمة الأعمش له تدل على أنه حتى لو عن يقبل. قال: عن عبد الله رضي الله عنه. عن عبد الله، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. نعم، أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. وقال رحمه الله وبه ختم الباب: قال: حدثني محمد بن المثنى. محمد المثنى بن دار، محمد المثنى العنزي، وهو صديق بن دار أو قريب بن دار. قال: حدثنا غندر. غندر محمد بن جعفر. قال: حدثنا شعبة. شعبة أمين المؤمنين في الحديث. قال: عن عبد الملك بن عمير اللخمي القبطي. اللخم القبطي من عبد الملك بن عمير أبو عمرو أو أبو عمر. قال: عن أبي سلمة. أبو سلمة عبد الرحمن بن عوف، وهو من الفقهاء السبعة في قول. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه. أبو هريرة رضي الله عنه سيد السبعة المثنين عن الأئمة. قال: عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال: أصدق بيت قاله الشاعر: ألا كل شيء ما خلا الله باطله. وطبعا قالوا: كل نعيم لا محالة زائله. نعم، هذا لبيد، صحيح؟ شاعر لبيد، كاد شعره يسلم. وقال من صلت أيضا ولا من؟ قال: كاد شعره يسلم. هنا في هذا الحديث قال: الجنة أقرب أحدكم من شراك نعلي، والنار مثل ذلك. وهذا وش معناه؟ معناه الجنة أقرب أحدكم من شراك نعلي، يعني بعمل واحد مكتف الجنة. وهذا الرجل جاء فبايع النبي صلى الله عليه وسلم، فسمع الهيعة فنزل فتحت الوغى فقاتل، ثم أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الغنيمة، فقال له: ما بعتك على ذلك، بعتك على أنزل تحت الوغى وقاتل فأضرب بسهم هنا فأقتل فأدخل الجنة. قال: أصدق الله أصدق. في اليوم الثاني رجل نزل تحت الوغى وحمل عند النبي صلى الله عليه وسلم، يعني محمولا على 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 الأكتاف، وأستهم في نفس المكان الذي أشار إليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عمل يسيرا وربح كثيرا، عمل يسيرا وربح كثيرا. وأيضا امرأة كانت بغي من بني إسرائيل، زنت 70 سنة أو أكثر من ذلك. الغرض المقصود أنها في أيام عمرها كانت تزني وتأكل من فرجها، ثم وجدت كلبا يلهث يريد ماء، فسقط كلبا، أخذت خلعت موقيها فملأته ماء ثم سقطه الكلب، سقط كلبا، فلما سقط الكلب شكر له، فشكر الله لها فغفر الله لها، في رواية فشكر الله هو لها فغفر لها. كان رجل أدخلها الجنة بعمل واحد أو لا.
والرجل الذي نحى شوكا من طريق الناس ورى شوكا على طريق الناس من طريق الناس فشكر الله له فأدخله الجنة شكر الله له فأدخله الجنة فالجنة أقرب للإنسان. الكلمة الطيبة قالت اتقوا النار ولو بشق تمرة يعني تدخل الجنة بصدقة بشق التمرة الكلمة الطيبة صدقة فأي شيء قليل تسارع فيه فأنك تتقي به إلى المعالي. قال والنار مثل ذلك وهذا حقيقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يدري بها بالا فاه بها في النار سبعين خريفا ورجل يختم له بعمل قليل يسير بعمل فيه من السوء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة ليس بينها وبينها حتى لا يكون بينها وبينها إلا زراعة فيصبح على الكتاب فعمل بعمل أهل النار فيختمها بالنار فيدخل النار. وهذا كله عليك أن تأخذ من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنك لا تحتقرن من معروف شيئا ولو أنه الساعة وفي يدك غفاسيل لابد أن تغرسها. أي خير تفعله قبل الأنفاس الأخيرة فهذه تحسب عند الله جل وعلا وتتضاعف ويكون في ذلك النجاة. وكذلك أي عمل من المعصية التي يمكن ألا تدري لها بالا تفعلها هكذا تودي بالإنسان إلى المهلكة أو يختم له بها والأعمال بالخواتيم يبعث عليها والأعمال بالخواتيم. لذلك قال الجنة أقرب أحدكم من شاكن علي والنار كذلك. عمل يسير يودي بك إلى الهلكة إلى قاع جهنم يمكن بكلمة واحدة يكون فيها النفاق فيظهر فيها الكفر فيخرج نار جهنم. كلمة واحدة يخرج بها من النفاق ويكون بها الإخلاص والصدق مع الرحمن سبحانه وتعالى فلا فيدخل في أعالي الجنة. والله أعلم حيث يجعل رسالته سبحانه جل في علاه. وإذا أراد الله شيئا هيأ له أسبابه وإذا أراد الله شيئا هيأ له أسبابه. فينبغي على المؤمن أن لا يزهد من أقل القليل أن تدخل على أخيك السرور أن تسامح رجلا أخطأ في حقك يعني ترى رجل أخطأ في حقك أجرم ما يقصد خطأ ولا يقصد أبدا أخطأ في حقك تسامحه يكون هذا من أفضل العمل. ولا تؤاخذه أن تعفو عن من ظلمك هذا عمل يمكن عند الله تعالى يكون فيه الأجر الكبير الوفير. ولذلك الرجل جاء يوم القيامة فقال له ما فعلت ما الخير الذي فعلته قال ما فعلت خيرا قط قال انظر ما فعلت قال ما فعلت خيرا قط ثم قال انظر فقال والله غير أني كنت أبعث عمالي فأقول أدين الناس فأقول من وجدته يعني في هذا الباب من وجدته ميسورا فيستر عليه تعاملوا مع أبو اليوسف رحم الله سمح هذا اختار سمح هذا زباء سمح هذا اشترى. وإن وجدتموه معسرا فتغاضوا عنه ونجوه معسرا فتغاضوا عنه يعني سامحوه. فقال الله تعالى أنا أحق بذلك منك أدخل الجنة. عفو تام فقط أنه لما وجد المعسر تسامح معه عفى عنه فعفى الله عنه فسبحان ربي العظيم فإنه أكرم الأكرمين. أما في الحديث أصدق بيت قالوا لبيد يقال بأن عثمان ابن مطعون جاء من طريق ابن إسحاق عن صالح بن إبراهيم عن عبد الرحمن عوف عن من حدثه عن عثمان رضي الله عنه قال لما رأى عثمان ابن مطعون ما فيه صحابة من البلاء وهو يغدو أو يروح في أمان من الوليد بن المغيرة رد عليه جوار. شوف ليس المسلم إلا أنه يهتم بالمسلم. ثم صرف ولبيد ابن ربيعة ابن مالك ابن جعفر ابن كلاب في مجلس من مجالس قريش وينشدهم فجلس عثمان معهم فقال ألا كل شيء ما خلى الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل. قال الأولى قال عثمان صدقت. أما قال وكل نعيم لا محالة زائل قال عثمان كذبت نعيم الجنة لا يزول. فأنت تعلم أنه المعتزلة يكون تفنى هذه وأنا قال كذبت نعيم الجنة لا يزول. فقال لبيد يا معشر قريش والله ما كان يؤتى جليسكم حتى كان مجلس يعارضنا بهذا فما تحدث هذا فيكم. فقال رجل من القوم هذا السفيه من سفهائنا فلا تجدن في نفسك من قول. فرد عليه عثمان حتى شرع أمرهما فقام ذلك الرجل فلطم عينه. وفي رواية عن عور عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أرضاها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الشعر حكما وأصدق بيت تكلمت به العرب
ألا كل شيء ما خلا الله باطل؟ والمعنى هنا ألا كل شيء ما خلا ما معنى هذا وافق قول النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة. هو قال هنا أرى كل شيء خلا الله باطل، فأعرض نفهمها يعني كأنه وافق قول النبي وافق سليم يعني وافق قول الله تعالى والآخرة خير وأبقى، ولعل الأوضح من ذلك وافق قول النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة ملعونة وما فيها. جيد، جميل جدا. هذا لو وقفنا مع وقفة طيبة سيأتينا حلولا. يقول ألا إن الدنيا ملعونة ملعونة فيها إلا ذكر الله وما ولا ها يعني عنايش. ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وحقيقة الأمر نفهم في هذا ألا كل شيء ما خلا الله وما يحبه الله جل وعلا باطل. ولذلك أنا أقول الملائكة، الجنة، النار، الرسل، كل هؤلاء يسيرون إلى طريق واحد وهو طريق الله جل وعلا. فهنا ألا كل شيء ما خلا الله وأمر الله، لأن يعني كل ما يقرب إلى الله جل وعلا يحبه الله جل وعلا، فيدخل في هذا القول أنه أراد أن كل شيء ما خلا الله باطل من أمر الدنيا التي لا تؤول إلى طاعة ولا هي طاعة ولا تقرب من الطاعة وقوله أصدق بيت قالت العرب، وفي رواية قال كلمة، ما أقصد بكلمة هو شاطر البيت نعم تفضل الباب الذي بعد. وقال الإمام البخاري رحمه الله: باب لينظر إلى من هو أسفل منه ولا ينظر إلى من هو فوقه. قال باب لينظر إلى من هو أسفل منه ولا ينظر إلى من هو فوقه. قال رحمه الله: حدثنا إسماعيل الأويسي، سامي عبد الله الأويسي، قال حدثني مالك النجم، إذا ذكر الحديث فمالك النجم. قال عن أبي الزناد، وأبو الزناد هو عبد الله بن زكوان الزيات، ثقة سبت، لكن هذا ليس الزيات، عبد الله بن زكوان. عبد الله بن زكوان القرشي، أنا آسف. أنا دائما أقول زيات ولا سيف زيات، زيات أبو صالح. قال عن الأعرج، الأعرج عبد الرحمن بن هرمز ومن سقاط إثبات رواه الجماعة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه، تفضل. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه، أبو هريرة رضي الله عنه سيد السبع المكفرين عن أبي رضي الله عنه. قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه. هنا في هذا الباب فيها قاعدة كبرى تسير العبد كيف يسير في هذه الدنيا، والدنيا فيها ما فيها، تعلم أن الدنيا فيها ما فيها، يعني الأمر فيه شدة على الإنسان عندما ينظر لغيره، النظر إلى الغير يؤثر في النفس، إلا إذا درب المرء نفسه على أنه لا ينظر إلا إلى المعالي. فهو بيقول هنا النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فنظر إلى من أسفل منه. إذا تكلم عن أمر المال والخلق لابد أن تنظر لمن هو أسفل منك لأمر، وما هو الأمر؟ أنك بذلك لا تزدري، الله يتقبل، أدامك ربي على كل خير، أدامك ربي على هذا الخير دي. فأقول: إذا نظر أحدكم إلى أمر الدنيا انظر إلى من تحتك. لما؟ لأنك لو نظرت إلى من فوقك هناك كثير من الأمور التي تبعدك عن ربك جل وعلا. أول شيء تتسخط على القدر، نعوذ بالله من غضب الله، لما أعطاه ولما لم يعطيه، وما الذي فيه أفضل مني ليعطى ولا أعطى، هكذا يفعلون. وهو أصلا حتى في المسائل ترى أن كثير من طبقات الفقيرة تحقد على طبقات الكبيرة. في هذا الباب تقول يعني عندنا مثل ماشي سائر على الناس بيقال، أنا ما أستطيع أقوله أنوه عنه، يقولون دائما إيش؟ أعطى الحلقة استغفر الله، يعني يقولون لمن لا أذن له، وده طعن في الحكمة، حكمة الله جل وعلا، والله أعلم حيث يجعل الأمر، إن الله جل وعلا يعطي ويمنع، والله على كل شيء قدير وله حكم. فأول شيء الاعتراض على حكمة الله جل وعلا. الأمر الثاني ملء القلب حقد وحسد، ترى الذي ينظر للطبقة الذي فوقه إن لم يكن رجلا فاضلا نبيلا الدنيا لا تساوي شيء عنده، ويعلم أن أقدار الناس لا تقاس بها الأموال والوجاهة والسلطان، فإنه يعني إن كان نبيلا يرى ذلك، وقدر كل مال ما كان يحسنه. لكن الفقير يقول عنده مال، والناس يميلون إلى ما عنده إيش؟ ما رأيت الناس قد مالوا إلى ما عنده المال،
ورأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده الذهب وانفضوا إلى عنده الفضة. الغرض المقصود بأنه بأنه يعني الفقير ينظر إلى 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 الغني بعين الحقد، يحقد عليه. والطبقية أنت ترى ما فيها من القتل والسرقة وغير ذلك، وتمني زوال النعمة، حسد عظيم جدا بسبب الطبقية لما ينظر إلى من هو أعلى منه. وأيضا إذا نظر من هو أعلى منه، هناك أمر آخر ثالث فيه سلمة له. أمر ثالث وش هو؟ نعم، هذه يزيل النفس حق وزال النفس يكون في شيء آخر. وش هو؟ تعلق القلب. أيوة نعم، أدخل. أنت الآن أتيت بها على ما هي فيه، أنت أتيت فيه نظر من هو أعلى منه فيسأله فتعلق قلبه به، على قلب غير الله. يعني بعد ما أتيت بها، يعني بعد ما أشوف قاربت جدا استبعدت. بس هو كلامك صحيح، حق سلمة الثالثة في هذا الباب أنه إذا نظر من هو فوقه تعلقت نفسه بالدنيا، سواء حصل أو يحصل سيكون الهدف الرئيس أنه يكون مثل ذلك ويتخذ أسوة. ومن اتخذ الفاضي أسوة صار إيش؟ صار خاويا، فيكون بذلك يعني أشد الناس حرصا على الدنيا وعلى الشهوات. ومن حرص على الدنيا ذلله، من حرص على الدنيا ذلله، باع كل ما يملك، باع كل القيم التي عنده، باع كل أخلاقيات الرقية، باع كل شيء يذل له. لذلك جاءت الشريعة بوزان الحق، بميزان يكون فيه الرفعة ويكون فيه أيضا النجاة. نعم، الاعتراض على قدر الله في الأولى قلنا ممتاز يا شيخ، والاعتراض على قدر الله معناها أنه خسر كل شيء. لذلك هنا يكون الأمر في الحديث جامع لمعاني الخير كما قال الطبري، وذلك أن العبد لا يكون بحال من عبادة ربه مجتهدا فيها إلا وجد من هو فوقه في ذلك. فمتى طلب نفسه باللحاق بمن هو فوقه استقصر حاله حتى التي هو عليها، فهو أبدا في زيادة تقربه من أمر ربه. لأنه كلما نظر سمع أن أحمد صلى 300 ركعة، سمع أن الشافعي كان يقيم الليل أو يقسمه أثلاثا، سمع أن عثمان عفان قام الليل بالقرآن كره في ليلة واحدة، فيتعلق قلبه بالمنافسة، يتعلق قلبه بالمسارعة، يريد أن يسارع ويسرع في هذا الباب. ولكن ولا يعني لا يكون على حال خسيسة من الدنيا إلا وجد من أهلها من هو أخس منه حالا. فإذا تأمل الشخص ذلك وتفكر وتبين نعم الله ذلك فعلها التي وصلته، فإنه يعلو عندما ينظر لمن تحته، أيضا يصل يعلم أن الله قد فضله على غيره، فيحمد الله على التفضيل، فيشكر عند ربي لما يكون حامدا له، لأن مع الشكر ثبوت النعمة مع زيادة لئن شكرتم لأزيدنكم. وأيضا العبد الشكور محبوب إلى الله جل وعلا، إنه كان عبدا شكورا شاكرا لأنعمه. فهذه خاصة من خصال أهل الإيمان، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. ومن الفوائد أيضا هو التعفف، أنه يتعفف عما ضاع منه ولا يتحصل عليه ولا يسعى له، لكنه كلما رأى الأعلم منه، كلما رأى الأتقن منه، كلما رأى الأسرع منه إلى الله جل وعلا، يقول ولما ما الذي جعله يعني كان طالب العلم وقف أمام عالم من العلماء والناس كلهم حوله، ويعني تعامل حتى معهم بطريقة قال لا تتعبوني لا تضايقوني، فهو نظر إليه فدعا له وابتسم ثم قال من أعطاك سيعطينا نحن، إذا نلجأ لمن أعطاك. وكان هذا فيه كثير من يعني الفهم على التعامل مع الله جل في علاه. الفوائد المستنبطة: ما رأيت مثل النار نام هاربها، ما رأيت مثل الجنة نام طالبها. حديث حفة النار بالشهوات أو حفة الجنة بالمكاره حث على العمل لدين الله جل وعلا، العمل على ألا إن ساعة الله غريبة. دخول الجنة بأيسر العمل، كل شيء خلى الله فهو باطل. نبدأ هنا معلش نبدأ بس لأنه احنا خدنا خلاص الوقت خلص، لكن نبدأ بس ده ناخذ منه جزئيه عشان نفتتحه باذن الله نشغل به ايضا. يا طالب العلم قم لا تنم فان الزمان انقضى. يا طالب العلم قم لا تنم فان الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم.
وكن حلس درسك وافرح به، تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن، فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم. رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا، فإن الهموم بقدر الهمم.